تتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقي في دورته 71 تحت عنوان المطارات قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام. تتناول الدورة الحالية للمعرض عددا من الموضوعات الهامة كالاستثمار في البنية التحتية للمطارات كأمر محوري للاقتصاد العالمي والأهمية الاستراتيجية للمطارات كداعم للتطور الاقتصادي والتنمية المستدامة. تحت عنوان المطارات قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام، جاء مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقي في دورته 71 والتي تناولت عددا من الموضوعات الهامة كالاستثمار في البنية التحتية للمطارات كأمر محوري للاقتصاد العالمي، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية للمطارات كداعم للتطور الاقتصادي والتنمية المستدامة. المؤتمر ده لما نظمناه احنا في موجود معانا 52 دولة، موجود معانا ممثلين عن 271 مطار، موجود عندنا أعداد تتعدى 400 فرد من داخل القارة الإفريقية، بالإضافة لممثلين عن كل قارات العالم، يعني كل قارات العالم ممثلة برئيس القارة أو رئيس القارة في مجال المطارات، رئيس الاتحاد العالمي، رئيس الاتحاد الإفريقي، ودي فرصة جيدة جدا عشان نقدر نتبادل المعرفة وبيبقى فيه محاضرات وتبادل المعلومات. نحن نعمل مع لجنة الاستدامة ومع كل المطارات في القارة الأفريقية وهنا في مصر أيضا لنجعل المطارات أكثر استدامة ومن أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ومع مصر نقدم أفكار كيف يمكن تطوير المطارات لأن مصر لها مستقبل واعد جدا. إنها فرصة رائعة للجمع بين كل أطراف هذا المجال معا للوصول إلى المجتمع المالي والاقتصادي من أجل تقديم الدعم للنمو. وبحكم خبرتي أنا هنا لتقديم اقتراحات عن كيف يمكن استخدام التمويل المالي في تحقيق الاستدامة. كما جاء المعرض المصاحب للمؤتمر بمشاركة أكثر من 40 عارضاً من الشركات الرائدة في مجال خدمات الطيران في قارة إفريقيا، حيث يساهم المشاركون بابتكاراتهم ومنتجاتهم وأفكارهم الفريدة في عالم الطيران في القارة السمراء. بنسعى إن احنا يبقى لينا تواجد في المطارات الأفريقية، وده بيخلينا لازم نبقى متواجدين في المعرض عشان نقدر نتواصل مع سلطات المطارات التانية ويبقى لينا تواجد في المطارات هناك. معظم المعارض اللي احنا بنحضرها بتبقى مهمة جدا، اولا للنتوركينج والتعارف ما بين الشركات، زائد بناخد معلومات جديدة في السيشنز اللي بتحصل، اللي بيحصل في المطارات الاخرى، اللي نقدر نتطور ازاي كشركات بتعمل خدمات في المطارات زينا، أو بناخد برضو المعرفة المطارات التانية فيها تطور إيه يمكن نقدر نساعد فيه بالنسبة للدولة. بالنسبة لنا المعرض ده بيعتبر حاجة، نوع من أنواع التسويق، اللي أنا بالنسبة لي فرصة ممكن ما تتكررش غير على المدات البعيدة، يعني إن إحنا نقدر نتعاون مع جانب الأفريقي في حاجات كتيرة. عندنا حلول كتيرة لبعض الأنظمة اللي موجودة بسواعد الناس اللي موجودة في الشركة في حاجات كتيرة خاصة بأنواع الترحيل في ظل وجود أي أزمة موجودة تتعلق بالاتصالات أو تتعلق بفقد الاتصال مع الهوست خارج جمهورية مصر العربية. الحلول دي احنا بنحاول خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله نعممها مش على مستوى مصر بس، لا على مستوى الدول العربية والأفريقية في هذا المجال. مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقي يعد بمثابة منصة تعاون عالمية تضم الخبراء وصانعي السياسات والمختصين في مجال الطيران بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتقديم أفضل نماذج المطارات بالدول الإفريقية. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.